السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في التمرين التالي من سلسلة تمارين حول المتتاليات العددية. التمرين الثاني يقول نعتبر المتتالية العددية UN المعرفة بما يلي. إذا عندنا UN زائد واحد تساوي UN زائد جوج على UN، وعندنا FN تساوي UN ناقص جوج على UN زائد واحد. إذا السؤال الأول يقول بين أن المتتالية FN هندسية محددا أساسها. إذا ما معنى متتالية هندسية؟ يعني متتالية هندسية خصني نلقى فان زائد واحد تساوي لي واحد العدد ينتمي إلى R فان، يعني خصني نلقى علاقة ما بين فان زائد واحد وفان. إذا عادة كنبداو فان زائد واحد، حنا كنعرفو بأن فان كتساوي UN ناقص جوج على UN زائد واحد. إذا فان زائد واحد كتساوي لنا UN زائد واحد ناقص جوج على UN زائد واحد زائد جوج، يعني كنعوض غير N بN زائد واحد. إذن دابا غنعوض UN زائد واحد بالقيمة ديالها في المتتالية الأولى. إذن UN زائد واحد هي UN زائد جوج على UN ناقص جوج UN زائد جوج على UN زائد واحد. إذن بعد ذلك نحاول تبسيط الكتابة. إذن نوحد المقامات، فوق عندنا UN زائد اثنان على UN ناقص اثنان UN على UN، وكذلك في البسط عندنا UN زائد جوج على UN، مقام واحد هو UN، إذن UN على UN. بعد ذلك نقوم بتبسيط الكتاب. إذا عندنا البسط ناقص البسط، يعني UN زائد جوج ناقص جوج UN هي ناقص UN زائد جوج على UN، وكذلك عندنا UN زائد جوج زائد UN هي جوج UN زائد جوج على UN. إذن بعد ذلك هنا عندنا واحد الاختزال، عندنا UN مشات مع UN لأن نضربو في المقلوبة تمشي. إذن غتولي عندنا ناقص UN زائد جوج على جوج UN زائد جوج. فوالا، إذن حنا شنو عندنا هنا؟ شوف معايا مزيان. إذن هنا عندنا هذه هي جوج ناقص UN على جوج، غنعملو هنا من تحت جوج زائد واحد. إذن إلا شنا هاد التعبير هذا اللي عندنا هنا، فهو إذن هنا مازال خصني نعمل بناقص واحد باش يرجع عندي فان. إذن إلا عملنا بناقص واحد غيولي عندنا UN ناقص جوج على جوج عامل UN زائد واحد. إذن هاد التعبير هذا راه هو فان. إذن عندنا ناقص واحد على جوج في UN ناقص جوج على UN زائد واحد، وبالتالي فهي ناقص واحد على جوج VN. إذن VN متتالية هندسية أساسها ناقص واحد على جوج. السؤال الموالي، هذه أسئلة كلاسيكية دائما تتحط. إذن السؤال الموالي هو حدد، إذن تحديد VN بدلالة N. إذن عندنا القاعدة ديال الحد العام، اللي القاعدة العامة اللي كتقول لنا بأن VN اللي كانت متتالية هندسية تكتب على هذا الشكل
بين تساوي في بي اللي هو الحد الأول كي أس أن ناقص بي. إذن دائما القاعدة ضبطوها مزيان. إذن فان، إذن الحد الأول بالنسبة لنا في هذه الحالة هذه إذن هنا ما عطاونيش الحد الأول ولكن عطاونا فان، إذن غنضطر نحسبو الحد الأول اللي هو هنا في زيرو. إذن حنا كنعرفو بأن فان تساوي يو ان ناخذ جوج على يو ان زائد واحد. اذا كنحسبوا في زيرو اللي هي يو ان اللي هي يو زيرو ناخذ جوج على يو زيرو زائد واحد. اذا الى عوضنا هنا يو زيرو بالقيمه ديالها اللي هي واحد، اجدنا واحد ناخذ جوج على واحد زائد واحد، اذا تساوي ناقص واحد على اثنان. إذن هي ناقص واحد على اثنان، كي اللي هي كذلك ناقص واحد على اثنان، أس أن ناقص صفر هي أن. هنا يمكن لي نزيد نبسط الكتابة هذه. إذن عندنا ناقص واحد على اثنان راه بحال اللي هي ناقص واحد على اثنان أس واحد. إذن عندنا ناقص واحد على اثنان أس واحد نضربها في ناقص واحد على اثنان أس أن، هي ناقص واحد على اثنان أس أن زائد واحد. إذن تما بحال عندنا أ في أ أس أن وهذه أس واحد، إذن هي أ أس أن زائد واحد. إذن هذه هي في أن. السؤال الموالي هو أحسب يو أن بدلالة أن. إذن حساب يو أن بدلالة أن. إذن حنا حسبنا في السؤال اللي قبل في ان بدلالة ان، دابا نحسبو يو ان بدلالة ان. اذا انا بالنسبة ليا يو ان ما كنعرفش الرتابة، ما كنعرفش الطبيعة ديالها، ولكن عندي علاقة ما بين يو ان و في ان. اذا حسب المعطيات في ان تساوي يو ان ناقص جوج على يو ان زائد واحد. إذا حنا انطلاقا من هاد العلاقة هادي غنحاولو نكتبو يو ان بدلالة في ان. إذا هنا غادي نضربو، عندنا في ان على واحد، إذا نضربو جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. إذا نذكرو هاد العلاقة مزيان، أ على دي تساوي سي على دي تكافئ أن أ في دي تساوي بي في سي. إذا جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. إذا في ان مضروبة في يو ان زائد واحد تساوي يو ان ناقص اثنان. إذا غنشرو، إذا هي في ان يو ان زائد في ان تساوي لنا يو ان ناقص اثنان. إذا نرجعو يو ان لواحد الجهة و في ان غنديو هاد الطرف الثاني. إذا نعملو بيو ان غيبقى عندنا هنا في ان، هنا غيبقى لي ناقص واحد، إذا تساوي ناقص اثنان ناقص يو ان. إذا يو ان تساوي ناقص اثنان ناقص يو ان مقسومة على في ان ناقص واحد. إذا هنا راها في ان هذه وماشي يو ان. إذا حنا حسبنا يو ان بدلالة في ان، وحنا كنعرفو في ان بدلالة ان، وبالتالي هنا سنعوض في ان بالقيمة ديالها. إذا تساوي ناقص اثنان ناقص ناقص واحد على اثنان كل أس ان زائد واحد على ناقص واحد على اثنان كل أس ان زائد واحد ناقص واحد. إذن هذه هي العلاقة التي نبحث